الله يصبحكم بالخير يا الربع. طبعا اليوم راح ناخذكم بجولة في فيكتورياس وندردش معاكم دردشة سريعة، ما راح نطول وياكم، وراح نقولكم عن اشياء راح نسويها بالقناة. وطبعا بلشنا امس يعني اول تسجيل اول حلقة لقصص العرب في الفلبين، وكانت خلصنا من تصويرها وحملناها. طبعا قصة مسكوب العربية اللي هي قصة الدكتور اتش، طبعا قصة شيقة وراح تنبسطون فيها، واتمنى راح تتابعون باقي القصص، في قصص كثيرة لناس كثيرة في الفلبين، وراح تكون سلسلة قصص اسبوعية راح تكون حسب طلب المتابعين. يعني اذا عجبتهم القصص راح نصير ننزلها بشكل يوم بعد يوم في حال عجبتهم القصص. طبعا القصص هذه راح تكون خيالية لا تمت للواقع بشيء، واللي يحس يعني على راسه او بيحس ان الكلام موجه الى هذا الناس مريضة ومريضة نفسية. طبعا احنا بنكتب قصص نرويها للناس والناس تاخذ منها العبرة، يعني احتمال تواجه اي شخص مثل هذه التجربة او القصة، وتكون يعني مرجع له ليحل مشاكله او طريقة حل المشاكل والامور هذه. طبعا احنا حاليا متجهين لفيكتورياس من البرنجاي طالعين احنا. طبعا الفترة اللي طافت الاجواء حر وهذا، بس الحمد لله يعني في عندنا امطار، يعني بالليل عند المغربيات تلاقي فيه الجو فيه مطر وهذا، يعني ما شاء الله. حتى البترول هذا زي ما انتم شايفين مرتفع الاسعار البترول بسبب الازمة اللي صايرة بالشرق الاوسط زي ما قلنا لكم قبل، والحمد لله على كل حال على كل شيء وعلى كل ارتفاع، بس بيظل اهون من بعض الدول وهذا الارتفاع اللي هني، يعني ولا شيء بالنسبة مقارنة مع دول ثانية، بس الحمد لله. على العموم يعني احنا بلشنا بهذه القصص وان شاء الله تعجبون فيها، واذا عجبتكم راح نستمر فيها ونروي جميع القصص. وفي عندنا قصة بحبح وقصة هذيل معيالي وقصة سيوتي، وفي قصص كثيرة 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 موجودة معانا. وانا يعني امس الحمد لله تم يعني تحميل اول قصة وخلصنا منها، واليوم ان شاء الله راح احاول اسجل القصة الثانية على حسب فضاوتي، راح احاول اسجل القصة الثانية. طبعا هذه القصص في ناس راح تزعل منها وهذا، لان في ناس بتتحسس، يعني في صحيح هي في منها من الواقع يعني، بس احنا زي ما قلنا احنا قصص خيالية من تأليف المؤلف لا تمت للواقع بشيء، واللي بيشوف قصة من هالقصص بتلامسه شخصيا هذا شيء يرجع لإله، هذا هو تلاقيه يحسس على راسه لأن عنده بطحة كبيرة. على العموم طبعا احنا بجولة في فيكتورياس ودخلنا على البرنجاي 13 حاليا. هذا البرنجاي مقابل السيتي مول. طبعا الجولة بسيطة ومن الصبح يعني زي ما انتم شايفين الشمس ساطعة وارتفاع درجة الحرارة، يعني من الصبح درجة الحرارة تقريبا 35-36، بس على الفجر كانت الأجواء رهيبة رهيبة، يعني من الساعة 12 للساعة تقريبا 4-5 الصبح الأجواء رهيبة رهيبة، حلوة 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 وبرد، يعني فيها نسمة هواء باردة هيك صغيرة، نسمة صغيرة يعني تعداش يعني 26-25، وخاصة إذا كنت قاعد تحت الشجر وكذي وهذا تلاقي شوي فيه برد. أنا من الصبح يعني كان اليوم ارتفاع درجات الحرارة اليوم مرتفعة، قلت خلنا نروح أقعد بالمكتب على التكييف. الواحد صار له كم من يوم تعبان شوي من الأجواء الحر وهذا، صح إنه فيه أمطار اليومين اللي طافوا كان فيه أمطار،
بس كانت الرطوبة مرتفعة عالية، كانت تقريبا 90% كانت الرطوبة. عشان كذي الله يسلمكم قلنا خلنا ناخذ لكم جولة. طبعا هذا برنجاي 13، قلنا خلنا ناخذ لكم جولة واحنا رايحين على المكتب وارجيكم الاجواء والشوارع، والحمد لله ما في زحمة عندنا. طبعا احنا حاليا الساعة 7 وتقريبا 10 دقائق الصبح، طبعا الزحمة ما في، قليلة الزحمة، الزحمة تحصلوها الصبح بدري الساعة 6-6:30 تقريبا تكون في زحمة، لأن أغلب الطلاب تطلع بدري حيل. العموم يعني هذا تقريرنا الأسبوعي ومخططنا للأسبوع الجاي للشهر الجديد اللي هو شهر مايو، وراح تنزل أول حلقة زي ما قلت لكم من قصص العرب في الفلبين. ما راح نذكر فيها أسامي، ما راح نذكر فيها جنسيات، عشان في بعض الناس بتتحسس كثير 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 بتتحسس من الموضوع. عشان كذي احنا راح نذكر القصص وندش دايركت في القصة وبالشخصيات، بس بدون ذكر أسمائهم، راح نرمز لهم بالأحرف لهذيل الشخصيات، وإن شاء الله أو نحط لهم ألقاب أو نكنيم، نعملهم أشياء زي كذي ونسميهم مسميات ثانية غير الحقيقية. وهذه إن شاء الله تنال إعجابكم، هالسلسلة هي بداية كتجربة كانت، نشوف ردة فعلكم إن شاء الله على أول حلقة راح تكون هي بواحد 5 إن شاء الله 2024. وإن شاء الله إن جازتكم الحلقات، أنا حاطط تقريبا 6 حلقات أو 7 حلقات راح بداية أنزلهم، إن صار عليهم مشاهدات وإقبال وهذا راح أكمل بسرد جميع القصص العرب بالفلبين بدون استثناء، حتى قصتي أنا راح أحطها من ضمن الناس شفافية بدون تزييف بدون أي شيء. على العموم هذه نهاية جولتنا، وصلنا فيكتورياس، وصلنا عند السوق، عند سوق كوميرشال، وهينا وصلنا. وبس حبيت أقولكم تابعونا قصص العرب في الفلبين، وراح تكون في حلقات مميزة وحلقات جميلة وقصص ما تصدقونها. حبايبي.